أعزاء الطالبات والطلبة والمتدربين، من أجل سلامتكم وسلامة لزازلكم من خطر انتشار وباء كورونا كوفيد-19 المستجد، كنطلبن لكم باش تبقوا في ديوركم والتزموا بالتعليمات ديال المصالح الأمنية والصحية من أجل تسهيل العمل ديالهم. من أجل محاصرة هاد الوباء باش ما ينتشرش، خاصكم تلزموا ديوركم، خصوصا الأشخاص اللي كيعانيوا من الأمراض المزمنة أو الأشخاص الكبار اللي كيعانيوا من المشاكل الصحية، وما تخرجوا إلا للضرورة القصوى. تبعوا النصائح والتعليمات الوقائية ديال وزارة الصحة والمؤسسات الأمنية بهدف محاصرة انتشار هذا الفيروس. طبقوا القواعد السلامة المنصوص عليها، خليوا ديما المسافة ديال 1 متر على الأقل مع أي شخص حداكم، تجنبوا السلام والملامسة، تجنبوا التجمعات في الأماكن العمومية كيف ما كانت، اغسلوا يديكم، عقموها مزيان بشكل دوري بالماء والصابون أو بالمواد المعقمة، السعال أو العطس فقط باتجاه المرفق أو المنديل، استعمل المنديل مرة واحدة ورميه، وضعوا الكمامات الوقائية وما تقيسوش وجهكم، ما تساعدوش على نشر المعلومات المغلوطة والإشاعات. بهاد الإجراءات نقدروا جميع نحميو نفسنا ومجتمعنا، جميع نضمنوا ونصبروا تدوس هاد الشدة، فرصة نبينوا على حبنا لوطننا وعلى روح المواطنة والأخوة اللي كتجمعنا. الله الوطن الملك، كل واحد فينا خاصو يبقى في الدار. شكرا بلادي. كانت هذه نصيحة من الفيدرالية المغربية للتكوين المهني الخاص، وكتوصيكم باش تبعوا الدروس في ديوركم باش تكملوا السنة الدراسية وتنجحوا في الامتحانات، وبالله التوفيق.